أمر إلى الدكتور دريس الجرين. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. كل المقالات تقريبا التي كتبت في إسبانيا تتحدث عن تواطؤ السياسيين ضد القضاء الإسباني، هل سيصمت القضاء وهو يرى هذا الاختراق الكبير واللا محترم للسلطة القضائية لاستقلالية القضاء وسمعته؟ يسال يعني بصوره قويه مساله السلطات، وكذلك مراكز اسبانيا فيما يتعلق بحقوق الانسان، على اعتبار ان الامر كما قال ضيفيك الكريمين ان الامر يتعلق بانتهاكات جسيمه المفروض انها لا يمكن ان تتقادم، والمفروض انها لا يمكن ان يتم التضرع باي ذريعه سواء كانت دبلوماسيه او كانت تتعلق بجوانب انسانيه، لا يمكن طبعا التضرع بها. ولذلك فاسبانيا حاليا اعتقد بانها اولا محرجه امام السلطات الاسبانيه، محرجه امام شعبها، على اعتبار ان ما وقع حقيقه دخول شخص متهم بجرائم خطيره، ويبدو انه كانت هناك متابعه قضائيه إسبانيا بسبب بعض هذه الجرائم من قبل، طبعا هو أمر خطير للغاية. ومن ناحية أخرى كذلك الأمر يحيل إلى حرج مع المجتمع الدولي، على اعتبار أن الأمر يتعلق كما قلت بقضايا يفترض أن تنخرط فيها إسبانيا بقدر كبير من الجدية، خصوصا وأن الأمر كما قلت فيه متابعات قضائية، وفيه كذلك ضحايا، وفيه كذلك يعني جرائم حقيقية يفترض أن تحظى باحترام السلطة القضائية. من ناحية أخرى كذلك الأمر فيه ضربة كذلك للعلاقات المغربية الإسبانية، على اعتبار أن إسبانيا تربط هذا المغرب طبعا شراكة هامة واستراتيجية على عدة وجهات، وهناك ملفات حقيقة مهمة جدا بما فيها الملفات الأمنية والملفات القضائية وكذلك مكافحة الهجرة السرية وغيرها من الملفات. وكذلك الآن إسبانيا تعتبر اللي على في السنوات الأخيرة هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وهذه طبعا كلها أعتقد يعني معطيات تبرز لنا مدى الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه السلطات الإسبانية، التي كما قلت حاولت أن تبرر الأمر بدواعي إنسانية، ولكن في نفس الوقت يبدو، وأنا هنا أجيب على سؤالك، على أنه في الآونة الأخيرة وسمعنا اليوم بعض التصريحات التي يبدو أنها تحت الضغط هذا الحرج الذي سقطت فيه يعني السلطات الإسبانية، بدأ الحديث عن احترام السلطة القضائية وعن احترام القانون، وهذا طبعا ما يجعل كل الاحتمالات يعني مفتوحة بما فيها إمكانية عرض المتهم على القضاء لكي يقول كلمته، وكذلك لكي تتاح لهذا المتهم بأن يدافع عن نفسه، خصوصا وأن هناك ضحايا وهناك يعني دعاوى وهناك ملفات يعني يفترض أن تنخرط فيها أو تتعاون السلطة التنفيذية الإسبانية مع القضاء الإسباني في إطار من احترام يعني القانون واحترام طبعا صورة إسبانيا، لا على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.